البحث في الكتب المغربية والأجنبية عن خبايا شخصية الملك محمد السادس يقودنا بالضرورة إلى البحث عن المكونات الذهنية والنفسية والاجتماعية لسلسلة من العلائق للحكم العلوي وملوكه وسلاطينه قبل الحماية الفرنسية والإسبانية وبعدها على المغرب حتى اعتلاء محمد السادس الملك في بداية القرن الواحد والعشرين وما اتسمت به تلك العلاقة بشد الحبل بين الحركة الوطنية والقصر. تاريخيا اتسمت العلاقة بين الملك الابن والابن الولي للعهد بنوع من القسوة في تاريخ الأسرة الحاكمة بأمثلة متعددة لسلاطين المغرب ونمط تربيتهم وهو ما قام به الملك الحسن الثاني في تربية أبنائه. في هذا التقرير التاريخي نتعرف كيف تمت تربية الأمير محمد السادس وكيف حرص الحسن الثاني على تربيته وكيف عاش محمد السادس طفولته وماذا كتبت الكتب الأجنبية عن هذا الموضوع. ابقوا معنا، دعموا القناة واشتركوا فيها دعما لهذا المحتوى. كان مولد محمد الخامس محمد بن يوسف يوم 30 غشت 1909 بفاس، وكبر بين مطابخ القصر وكأنه نسيه بين نسائه والده كما ذكر الصحفي جون لاكوتير، وتجاهله أيضا أخواه الأكبر منه وكان يضايقه الحاجب الملكي. وقبيل وفاة والده كان في الإقامة الجبرية بفاس باتهامه بالسرقة كما يذكر الكاتب. بنفسه محمد الخامس كانت علاقته بابنه الحسن الثاني شديدة التعقيد، ففي كتابه شخصية الحسن الثاني في أبعادها ومناقبها للمؤلف محمد الفاسي والذي كان من بين أساتذة تلميذ الحسن الثاني، يقول الفاسي إن السلطان محمد الخامس عني بتربية ابنه عناية فائقة وذلك لتأهيله ليخلفه على العرش. وقد عهد محمد الخامس تربية ابنه ولي العهد وأبنائه الأمراء إلى فقهاء مختارين. التربية تبدأ بحفظ القرآن والقواعد الأساسية في اللغة العربية والتربية الإسلامية ابتداء من الخامسة، بعد ذلك يتم الالتحاق بالتعليم الابتدائي وفق المنهج العصري لتعلم اللغة العربية والفرنسية. وكان السلطان قد أعد عام 1941 المعهد السلطاني لتربية الأمراء والأميرات. قسوة السلطان محمد الخامس مع ابنه الحسن الثاني تمثلت في تأنيبه كل مرة يقتضي الأمر ذلك، ويسرد واقعة رسوبه في الامتحانين التجريبيين لشهادة البكالوريا وكيف عنفه بالقول وضرب له مثال السلطان مولاي سليمان وكيف سلم العرش بعده لابن أخيه. هذا التقليد المخزني في تربية الأبناء التزم به حرفيا الحسن الثاني مع ابنه الأمير محمد السادس، سواء بالسؤال عنه أو بالتتبع أو بالتوبيخ وأحيانا بالعقاب. يقول الحسن الثاني إنني بالأحرى أب صارم وأجد أن الآباء اليوم متساهلين، وهو ما يعتبر سلوكا كارثيا بالنسبة للمجتمع. أنا حريص على جعل ولي العهد رجلا يكون في خدمة الجميع دون أن يكون في خدمة أي كان، بمعنى أن يكون له قدر كبير من الكبرياء مع شخصية قوية مع الاحتفاظ بنصيب وافر من التواضع، ويجب أن تكون التفاهة مرعبة بالنسبة إليه. إنها قاعدة قد أوحى بها لي والدي، حيث أفضل مثلا أن يحصل ابني على صفر على أن ينال نقطة تافهة. حسب الصحفي الفرنسي جون بيير توكوا في كتابه آخر ملك، هكذا يلخص الحسن الثاني مسألة التربية التي يريد تلقينها لولي عهده، وغني عن القول أن هذه النظرة كانت بمثابة استعمال الزبد، ألح من أن تكون فلسفة تصرف بالتقسيط في المدرسة المولوية حيث ترعرع تربويا
محمد السادس، غير أن هذا لم يمنع خاصية شخصية مغايرة لدى هذا الأخير من حيث الظهور، فحسب معطيات تتعلق به نقلها مقربون منه عن ولي عهد الحسن الثاني حين كان طفلا مراهقا أنه مرهف الحس، يحيل صمته المعبر على ما يضطرب في دواخله من مشاعر متناقضة، وكان يوحي لمن يراه بقسمات وجهه الدقيقة التي تذكر بأمه أنه دائما على أهبة الإجهاش بالبكاء عند أدنى مأزق، كما أنه كان على بعض شقاء حيث كان يجد متعة وهو طفل في وضع قطعة نيلون على رأسه على طريقة رجال العصابات في أفلام السطو على الأبناك، ثم يذهب لبث الرعب بين النساء في ردهات القصر لتخويف الصغار. يتابع المؤلف جون بيير توكوا في وصف الأمير الصغير محمد السادس، ولد على أعتاب عرش كما يحلو للحسن الثاني القول، وبذلك استفاد كما هو شأن الأمراء والأميرات من طفولة ذهبية حيث كانت لديه مربية فرنسية وجيش من الخدم قائمين على خدمته وجبال من اللعب من بينها عشرات المئات التي لم يلمسها أبدا وسيارة إلكترونية حمراء كما يتجول بها فوق ملعب الغولف، كما كانت لديه للتسلية 7 كلاب منها واحد تلقاه هدية من الرئيس الفرنسي السابق جيسكار دستان. وقد أصر أحد خدام القصر لصحفي فرنسي منذ 15 سنة قائلا يعشق محمد السادس الحيوانات كثيرا، وهو يملك حصانا اشتراه من أحد الأسواق المغربية ويربي في الساحة الملحقة بإقامته ديكا وبعض دجاجات وبطاط وعصافير، وهناك يحس أنه في بيته، غير أن هذا لا يمنع من مسألة الترعرع في كنف رجل صارم مثل الحسن الثاني لم يكن بالأمر الهين، فقد قال هذا الأخير في مذكراته التي نشرها في شكل حوار مسهب مع الصحفي إيريك لوران: لقد تلقيت حتى سن 12 ضربات العصا، يعني الفلقة، وقد كنت بذات القسوة مع أبنائه. كان يلقن أبنائه ومنهم ولي عهده سلسلة عقابات بالفلقة، حيث كان لا يتورع عن استخدام جدائل حبل مفتول ومبلل بالماء لضربهم حتى يصرخون مستغيثين ولا من مغيث، حسب ما ذكره جون بيير توكوا بكثير من الملح البلاغي في كتابه آخر ملك. ما يسوقنا في هذه الكتب الأجنبية عن المغرب وملوكه حالة التهويل والتعظيم للأحداث بأسلوب مشوق وطريقة سرد تشد الانتباه في غياب مبادرات مغربية جادة في إطار البحث التاريخي لاستكشاف باقي فقرات الأشياء والتفاصيل، وهي من الحلقات المغيبة في تاريخ المغرب المعاصر عن طفولة الملوك، مع ما يتطلب ذلك من إرادة سياسية وهامش كبير للحرية وديمقراطية مدنية في استيعاب الاختلاف وعدم التحامل على الكتاب والمبدعين والصحفيين المغاربة كلما نشروا تفاصيل متخيلة أو حقيقية عن دهاليز القصور العلوية ومن بداخلها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.